لا، بالنسبة للمقابلة الأولى يمكن نحقق واحد الفوز اللي غالي جدا على فريق ثري واتم اللي جاو خصم ماشي سهل اللي خنزل من بريمير ديفيزيون، بقى محافظ على الركائز ديالو ودعم الصفوف ديالو بلاعبين مجربين، فالحمد لله تمكننا نحقق الفوز اللي جاء عن طريق جميع مكونات فريق يوسف برشيد، لا لاعبين لا ستاف لا مكتب اللي مشكورين من هذا المنبر، وان شاء الله غادي نقولوا كلمة ديالنا هذا العام ان شاء الله. وبالنسبة للمقابلة المقبلة ضد الجمعية الرياضية السيراوية اللي هو خصم ما غاديش يكون سهل، الدور الاولى اللي حصل على خسارة فما غاديش يبغي عاوتاني ينهزم الملعب ديالو، فاحنا الحمد لله غادي نستعدوا لهذه المقابلة بكل جدية بكل عزيمة باش تحقق واحد النتيجة إيجابية اللي ترضينا وترضي جميع مكونات وتفريش برشيد إن شاء الله.